ماجد المفتي، أستاذ جراحة التجميل في طب الأزهر ورئيس الجمعية المصرية لجراح التجميل والإصلاح في هذه الدورة. في الحقيقة الكلمة بتاعتي هي موجهة لإخواتنا الصغيرين اللي لسه بيبتدوا في مجال جراحة التجميل والإصلاح. من ضمن الحاجات المهمة اللي يمكن الدكاترة ما بياخدوش فيها تريننج، اللي هي how to deal with patients، ازاي تتعامل مع المرضى، امتى العيان ده هو اعمل له عملية وامتى العيان ده هو ارفض ان انا اعمل له عملية، اللي هي بيسموها patient rejection retention policy. في الحقيقة دي مهمة جدا، لأن بمرور الوقت هتلاقي عندك حالات ممكن بتبقى مصرة على إنها تعمل جراحة تجميلية من نوع معين، سواء إذا كان في الأنف أو في الجفون أو شفط دهون أو أي حاجة من الحاجات اللي هي جراحات التجميل، وبتصر على انها تعمل الحاجات ده هي. وفي بعض الاحيان بيكون هذا الاجراء اللي هي بتصر ان هي عايزاك تعمله لها ما بيكونش مناسب ليها. ازاي اعرف اذا كان فعلا العيان ده هو هيستفيد من الاجراء ده او لا؟ في الحقيقة لازم في الاول ان انا اقيم الحالة اللي جايالي علميا، واشوف ايه اللي ممكن اعمله لها وايه اللي هي في مخيلته او مخيلتها انها هي متصوره ان انا ممكن اعمله، لان تلاقي الافكار بتاعتي مع افكار الحاله هي دي اللي بتمنع المشاكل بعد اجراء الجراحه، وخصوصا في الجراحات التجميليه. يعني في الجراحات البلاستيك او الريكونستراكتيف يمكن ما بيبقاش فيه خلاف كتير، ولكن في الاستاتيك سيرجري هي دي اللي بيبقى فيها مشكلة لو لم يتلاقى أفكار الجراح مع رغبات الحالة. يعني مثلا احنا بنقول ان الحالات اللي هي بتبقى في عندها مشاكل في حياتها وبتبقى الشماعة اللي بتعلق عليها هذه المشاكل ديفو بسيط موجود مثلا في الأنف أو في الوجه أو في اليد أو في الرقبة، وبتبقى مهما عملت ليها في العملية لتجميل هذا الموضوع هتفضل دايما تشتكي، لأن المشكلة الأساسية اللي هي الشماعة اللي هي معلقة عليها مشاكلها الأخرى لم تحل بعد. في هذه الحالة لازم أكون حذر جدا، ولازم أقيم البيشنت سايكولوجيكالي، وما فيش مانع أن أنا أبعثها إلى زميل سايكايتري عشان يعمل لها سايكولوجيكال إيفاليويشن، وده مش عيب، لأن في بعض الحالات ان احنا بننصح العيان انه يعني يتكلم في المشكله بتاعته مع طبيب اخر علشان يقدر يوصل لحل، ان هو يقدر يفيدني ويقول لي لو عملت لها العمليه هتستفيد او لا. وفي بعض الحالات ان العيان بيبقى مصر جدا ان هو يعمل هذه العمليه، فكن حذر في اجراء هذه الحالات. دي اللي بنسميها اللي هي ريجكشن بوليسي، امتى ارفض ان انا اعمل حاله او اجري عمليه لحاله وهي مصره عليها. في احيان اخرى بيبقى امتى بقى اعمل الاجراء اللي الحاله ده هي عايزاني اعمله. دي بتبقى واضح ان العيان برضو بقدر اعمل له ايفالويشن ان هو ما عندوش مشاكل في حياته ومعلق عليها هذا الديفو. الحالات ده هي او الاجراء ده هو او الحذر ده هو مهم جدا علشان اتجنب المشاكل
وخصوصا دلوقتي احنا عارفين ان في قضايا بترفع كتير من المرضى او الحالات اللي عملت اجراءات جراحية او تجميلية على الاطباء وسببها مش ان الطبيب ما عملش عملية كويسة ولكن سببها بيكون عدم التفاهم مسبقا بين المريض وما بين الدكتور على ايه الهدف من هذا الاجراء. وفي حاجة مهمة كمان انك القعدة او البري اوبرتيف كونسلنج ده هو مهم جدا انك تقول للحالة ايه اللي ممكن يحصل السيكونسز بتاع الاجراء الجراحة. يعني احنا دايما بنقول ان الفرق ما بين الكومبليكيشن والسيكونس هو ان العيان بيكون عارف قبليها والدكتور قايل له قبليها ايه اللي هيحصل، انه حصل له شوية اديمة والدكتور قايل له انه هيحصل له شوية اديمة بعد العملية، فالحالة بيبقى بيقول لا ده الدكتور قال لي قبل كده ودي حاجة طبيعية ودي من التوابع بتاعة العملية. لكن لو انت ما كنتش قلت لها كده هتفتكر ان في حاجة غلط وان ده ممكن يكون في خطأ في اجراء الجراحة وتبدأ من هنا المشاكل. فلازم يعني كلمة صغيرة لإخواتنا اللي هم لسه في بداية الطريق في جراحات التجميل، وخصوصا في جراحات التجميل لازم تعرف وتفرق ما بين الحالة اللي تعمل لها عملية والحالة اللي ما تعمل لهاش عملية، وده بيفرق كتير وهيقلل المشاكل كتير في حياتك فيما بعد. أرجو أني أكون أفدتكم بهذا الموضوع وأتمنى لكم التوفيق في حياتكم وإن شاء الله يكون حياة سكسسفل ومثمرة إن شاء الله. شكرا جزيلا.